السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. حبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في ثلاث أولاد في الحوان، ثلاث أولاد واللي ما عرفهمش كاينين في المملكة المغربية. هالخيرات تنوريو الجالية المغربية والناس اللي مالي المدن الكبرى بالمملكة المغربية، وكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. يلا ترجعنا بنات ولاد، احنا عند نبيل ولد الزرق هنايا في الحوانت ثلاث ولاد، هكا اللي دامح الجبال خصوصي هنا في الجبال كما تشوفوا معنا، تنوريوها لجميع المشاهدين والحباب تونا. شوفوا معنا الحم الجملي العنقرب راس ساعه باقي كما تشوفوا الكرعيت والجبال والخيرات تبارك الله. عند نبيل ولد الزرق هو قال لي قازل الجبل هنا اللي شفتو، ما كاين حتى واحد عنده الجبل بخطا نبيل وتزرق. تنقولها الرقم ثلاثة، الرقم ثلاثة في الحوانت ثلاث الأولاد. كي تشوفوا معنا البكر، بعد ما نقول لحم البكر هاد الخيرات تنوريها، وعندو الغلمي والبقري وتا الماعز كيما تشوفوا معنا. هاد الخيرات راه تاعت الماعز تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون مرجان والحباب تونا في المكان. اهلا بكم جميعا. هادو اللي رجليه طوال راه جبلي كما تشوفوا، بكر زين تاع الحليب وتاع السرح. هادي دروه جمال، تيقول لنا نبيل دروه جمال تبارك الله، غادي يورينا الاثمنه كما تشوفوا معنا. الخيرات تنوريوها لجميع الحباب تونا. مع ديما نقول بشحال الحم؟ 75 البقري، 75 والحم الجبلي 80 درهم. مع ديما نقول اللحمه ب 80 درهم تاع الجبلي. بكران السرح وتو بلدي بلدي ديال ايميشيل، اللي ميشيل قال لنا عبد الهادي قال لنا اللي ميشيل هذه الروعه زاد هذه السرح تاع السرح كيما تشوفوا تبارك الله. وهذا الماعز شحال نديري؟ 90 درهم ثمن مزيان. سمعنا العجل البلدي راه شو العجل الزيتون البلدي؟ العجل تا هو ما عندي ما نقول في العجل ولا في الجملي كما تشوفوا معنا. هذا اللحم الجملي، هذه الدروه تاع الجملي تنوريوها لجميع المشاهدين قناه الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. الله يحفظك السي عبد الهادي. ما عندي ما نقول تبارك الله. لا اللحم الجملي ولا اللحم البقري ولا اللحم العنسي كما تشوفوا معنا. والغلبي اشتبا باقا باش باقا ما جاتش، باقا في الكمايو فعلا. احنا مزروبين خاصنا نمشيو لجوايه اخرى. مرحبا بنبيل، قلتي لي اللحم الجملي 80 درهم والبقري والعنز والغرمي بشحال تبيعه؟ 90 درهم. ثمن مزيان، ثمن معقول. مع ديما نقول هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناه الزيتون مرجان في المكان. واللي بغى الدروه شحال؟ 200 درهم ثمن، ثمن مزيان ما نعاودوش الهضره. ثمن السوق قال لنا نبيل ضرافات نبيل هنايا في نبيل وتزرق هنايا الرقم ثلاثه عدو الجملي. هو قال لي عدو الجملي في ثلاث الاولاد. واللي بغى القضبان والكفته تبارك الله عليك يا نبيل، تبارك الله عليك. نبيل ولد الزرق هنايا في الثلاث الاولاد. تنحيوا جميع المشاهدين قناة الزيتون مرجان والحباب تونا في المكان. اهلا بكم. هذا حجاج ود موسى هنايا كما تشوفوا وابراهيم. تنحيوا جميع المشاهدين قناة الزيتون مرجان. حجاج ضرافات، ضرافات البلدي على حسابك. قال لنا ابراهيم غير البلدي وعنده التقليه والحم الراس هنايا في الحوانت ثلاث اولاد. تنوريهم جميع المشاهدين شحال تتبيع التقليه؟ 25 بلدي. والحم الراس؟ الحم الراس 900. وثمن زوين عندك مع ديما نكون. اهلا سي حجاج، تنصوروا فيك بلا ما تحس. مرحبا بسي حجاج، حتى حجاج وتموسى ضرافات هنايا في الثلاث ولاد. تنحييو جميع المشاهدين والحباب تونا في المكان. شحال سي حجاج الحم البقري اليوم؟
80 درهم الحمل البردي تيقول لينا حجاج ود موسى. ضرافات حجاج، ضرافات ورقم جوج، نقول المشاهدين جيو لينا عند حجاج. مرحبا. خاص بالبلدي. وضرافات راه ضرافات وما يخسرش. والغلمي بشحال التتويعة؟ غلمي اخويا كان بيعوه 100 درهم. ماشي 90؟ لا غلمي ديال 90 ديال برا ديال اسبانيو. لا شتو شتو السردية بلدية عرفتها. ما عليكش ما عليكش، كاع اللي قلت يا كلامك ديز. ونبغى كوتلي شحال غتحسب لي؟ 120 درهم ياخذ ثمن الحم. وهاد الكبده بشحال تبيع فيها؟ والقضبان شحال؟ كيف يفتكر قطبان؟ والكفته؟ 100 درهم 90 درهم على حساب الخدمه. هذا احمد ولد الحاج ميلودي ضربات هنايا وراجل مخير كما تشوفوا الرقم 6 هنا في الثلاث ولاد. العنزي والغلمي والبقري والخيرات موجوده تنوريوها جميع المشاهدين قناه زيتون مرجان في المكان. اهلا بكم. تبارك الله على سيدي احمد بخير ناشط الاحوال. شكرا لك يا سي احمد. مرحبا بسي احمد، تحيي جميع المشاهدين والناس اللي تتابع قناه الزيتون المرجان في المكان من طنجه القويره في القرى في الباديه في المدن الصغرى ولا الكبرى بالمملكه المغربيه. اهلا بكم جميعا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بسيدي. انا راه من المتابعين ديالك. مرحبا بسيدي. فين ما مشيتي. مرحبا. ديما ما كاين عجين بارطاجي ديجي. شكرا لك. شكرا. مع الصحابي. الله يحفظك لينا. خير موجود الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله الخير موجود. هذا الحاج ميلودي بوات احمد كما تشوفوا هنايا في الثلاث ولاد الحوانت تور ثلاث ولاد. تبارك الله على مولاي احمد. تبارك الله اللحمه زينه وتبارك الله اللحم العتروس كيما تورينا العتروس تبارك الله. بشحال التتبيع العنز هذاك الماعز؟ 90 درهم. والبقري شحال احمد؟ 80 درهم. والغلمي شحال سي؟ 93 درهم. بحال الغلمي بحال الماعز ثمن واحد. البقري اللي ب 80 درهم وهني شي حاجه تاع الجوده. ايوا بحال اي عرفت 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 عرفتك تجيب هذاك الكبده بشحال تتبيع؟ 130 درهم هي والقلب. 130 درهم هي والقلب خاصين بالقلب والكبده. انتم ما تبيعوش مخلط انا تتبيعوا غير عرفت. وهاد السواسيس والسوسيس 90 درهم. احمد راه راجل زين وراجل مخير هنايا في الثلاث ولاد كما تشوفوا معنا. واللي يبغى القضبان او السطيك اللي يبغى شي حاجه كلشي موجود. شحال نتعاملوا ونساعدوا مع الكليان ما نخسرش. عارفين عارفين سي احمد ضرافات وراجل مخير. شحال اللي يبغى القضبان ولا السطيك؟ 100 درهم. 100 درهم شي حاجه رفيعه. لا المليح. والكفته شحال؟ الكفته 90 درهم. الكفته 90 درهم تيقول لينا سي احمد وراه ضرافات راجل مخير راجل زين ما يخسر حتى حاجه. قال لينا نساعدوا فاش قلت لي المساعده غنقول تنقص من الثمن. نتعاملوا مع الكليان ونساعدوا معاهم. بعد ديما نسالك. هادو هما المعلمية هادو اللي تنعرفوهم تيبغيو الناس يبيعوا يشريوا معاهم. نتعاملوا مع الناس. يبغيو حاجه مزيانه يضربوا ولا حاجه مزيانه يجيبوا الكليان تاعهم والثمن تا هو ما يتعاكسوا حتى في مشكل. ما كاين حتى مشكل. الضرافات سي احمد الرقم 6. مرحبا بجميع السلامة.